وتحلت المجالس البلدية وقعدوا كتاب العامي اللي هما تحت إشراف ولاية تونس. ومشكور من هنا الكاتب العام تاع ولاية تونس على المجهود الجبار اللي قاعد يعمل فيه. البقعة ذي كانت تتحرك البلدية وتتحرك لابال ينظفوها، تنقص برشا ضغط على الكرم. لكن نحب أنا نقطة مهمة، اليوم كي وليت الكورة عندكم انتوما، خلينا نحكيه بالعامية ويفهمونا أكثر ولاد الكرم، وليت الكورة عندكم انتوما ما شفنا شيء تغير، بل شفنا الشيء زاد الشيء سوء. أنا قاعد نتحرك، قاعد نوصل في صوت الناس، وقاعد نراسل ونمشي للبلدية ونكلم في الكتاب العام ونكلم في المعتمد باش يتحركوا. خاطر برشا حاجات قاعدين يخدموا ضد الرئيس، قاعدين يخدموا ضد المنظومة. موجهة لوزير الداخلية ونوجهها زاد لرئيس الدولة، لازم يتحرك يبدلوا الكتاب العامين تاع العشاية السوداء. كاين اليوم سليم يصور ويمشي للبلدية وعنده سلطة وما نجم يعمل شيء. فما ناس مسؤولين جايين كونتر الكرم، فهمت علي؟ جايين كونتر الكرم، وكي نعرف روحي مش نوصل نخدم الكرم نقدم استقالتي نخرج. مانيش كي برشا عباد باش نعملوا برشا، عملوا فلوس وعملوا كراب جدد وعملوا كذا، احنا كيف دخلنا كيف باش نخرج. جيم اليوم جينا بحذاك للكرم، قلت لنا اللي فما برشا حاجات باش تحكي فيهم، خاصة على بحر الكرم وعلى التهميش خاصة اللي موجود في الكرم. اليوم كنا قبل نحكيه مع سليم الناشط بالمجتمع المدني، اليوم نحكيه مع سليم منتخب في المجالس المحلية. مرحبا بك سليم. مرحبا بك ومرحبا في الكرم. واليوم حبينا نحكيه على الكرم وبحر الكرم. احنا دخلنا في الموسم الصيفي توا ومازال ما حضر حد شيء. مني جبتكم بقعة ذي مهمشة عندها قدش من سنة، يذولي من 2011 حتى مسؤول ما تخللها، حتى مسؤول ما نظفها، حتى مسؤول ما خمم فيها باش يعملوا فيها حاجة. الناس كل تسكن على البحر هنا تتقلق تتشكى من التهميش اللي في وسطها، من الحس من الناس اللي تسكر على البحر، من الوسخ، من البيئة تحت الصفر. العباد كل تسكن هنا على البحر نورمال كيحل الشباك بتاعه يرى فيو بتاع بحر، ميراش البحر بالكدا، يرى العباد اللي قاعد تسكر على الحجر اللي موجود هنا والوسخ وتبيبز الشراب المكسرة، تبيبز البيرة المكسرة وشنو أكثر من هذا. العبيد في عوض تجي تعوم البقعة ذي اللي نظموها نستخلوها نجمعون فيها بين 3000-5000 مواطن ولد الكرم، علاش مهمشة؟ والعبيد كل جيل الكرم من غاديكا ويبدأوا مضايقين على بعضهم. البقعة ذي نحاولوا باش نقدوها، حبينا نعملوا مشروع فيها نقدوها نحسنوا فيها المنطقة ذي. فما ناس مسؤولين جايين كونتر الكرم، فهمت علي؟ جايين كونتر الكرم خاطرهم يذولي ما يعوموش في الكرم. اللي لاحظته قداش من المعتمد جاي الكرم خاطرهم يعوموش في الكرم، قداش من رئيس بلديه جاي الكرم خاطرهم يعوموش في الكرم، قداش من كاتب عام موجود في الكرم وعمره ما كون رئيس بلديه قلنا يجي هنا عمره ما جاي يعوم في البقعه ذي، كل مسؤول عمره ما يعوم في البقعه ذي. علاش؟ انا ولد الكرم، الناس انتخبتني خاطر تعرفني شنو اللي يصلح بالكرم، فهمني؟ وحتى اللي ما انتخبونيش يذولي باش يبدلوا رايهم ان شاء الله. اللي قلناه نحن توا يا سليم، سليم معروف عليك انك مدافع شرس على الكرم، به اليوم سليم شد في صلب الدولة وفي وصلت اللي حاجتك به، لكن ما شفنا سليم عمل حاجة. لا قاعد نتحرك وقاعد نراسل وقاعد راسلت المعتمدية، راسلت البلدية وقاعد نتحرك بالكدا. تو كل مواطن يعرضني في الكرم يقول لي سليم راه عندنا حكايات نحبوا نقدم في الكرم، يكتبوا لي ورقة وانا نحاول نوصل للصوت تاعهم، فهمني؟ سمحني سليم خلينا نكونوا واضحين، معناها اليوم انت ترشحت باش توصل صوت حدك، حد توصيل الصوت؟ لا باش نوصل الصوت وباش نتحرك وباش نحارب، باش نحارب على منطقتي واللي ما عملوش المسؤولين قبل نحب قلت ربي نقدوا على طريقي انا. هو تو تحلت المجالس البلدية وقعدوا الكتاب العامي اللي هما تحت اشراف ولايه تونس. ومشكور من هنا الكاتب العام تاع ولايه تونس على المجهود الجبار اللي قاعد يعمل فيه. لكن نحب انا نقطه مهمه، اليوم كي وليت الكوره عندكم انتوما، خلينا نحكيه بالعاميه ويفهمونا اكثر ولاد الكرم، وليت الكوره عندكم انتوما ما شفنا شيء تغير، بل شفنا الشيء زاد الشيء سوء. انا قاعد نتحرك، قاعد نوصل في صوت الناس، وقاعد نراسل ونمشي للبلدية ونكلم في الكتاب العام ونكلم في المعتمد باش يتحركوا. مانيش يا اخي مازال فما تاخير، كل مره تاخير في التنظيف بتاع البحر، فهمني؟ نحب احنا البلايص هذه تتقد في اقرب وقت. فما حاجات بديت تتحرك في الكرم وفما حاجات لا، البحر الكرم مثلا مازال ما بديوش فيه، فما تاخير مثلا
لابان مازال شويه روتار ما مع قدوناش البحر ما نظفوهش. فهمني البلديه قالك عندنا مقاول يجي عن قريب انا سنه في المقاول. فهمني المعتمدين نحبوا نعملوا ميسيون ثقافه. احنا قبل كي كنا في وسط الكرم اليوم سامحني سليم كنت قبل تكتب تصور تهبط البلديه تتدخل تحب معناها تجاوبك او تسكر الشيء اللي انت قاعد تفضح فيه تدخل البلديه وتنظف النقاط السوداء اللي يصوروا مسليم وتحاول ترقى. لكن اليوم سليم يصور ويمشي للبلديه وعنده سلطه وما نجم يعمل شيء. ليه قاعد نجم ليه اعطينا اش عملت ليه قاعد نجم تورك اتصلت بالكاتب العام. الكاتب العام جاي معايا البارح للبحر هنا قال لي احنا البقعه هذه قلت له ما عندكم قدش من سنه. كلمت الكاتب العام جاي بحذايا لهنا فهمني مشكور جاي مع نص نار ونص هكايا فهمت انا وياه. قلت له ذي البقعه ما تمسدش بالكل. قال لي شنو نعمل. قلت له لازم تنظاف مش ردوا العباد تهبط تعوم هنا باش نقصوا الاكتظاظ اللي موجود في البحر غاديك. قال لي باهي. قال لي يعني معاك وكل شيء. اعطيته الفكره ان شاء الله يمشيوا بها. انا نراسل راهو راسل ونفعل مانيش قاعد راقد على وذنيا معناها مانيش راقد نتحرك كيف تقول انا مجالس المحليه ما قاعد نتحرك فهمني. سليم خلينا اليوم اللي يعرفوا اللي انت ناشط ساعه بالمجتمع المدني ولد الكرم وديما تضرب على الكرم وهذا شيء نعرفه. لكن سليم اليوم بالله عندنا سؤال خلينا نقول محير الناس الكل معنا. شنو حكايه لابال وبلديات؟ خلينا بحكم انت في الكرم نحكيوا على الكرم خلينا عاد الباراسولات اللي ما نحكيش باش تحكي على الباراسولات. باهي انا منتخب على الكرم الشرقي. كي جاوا جماعه الكرم الشرقي ينتخبوني يحبوا في الصيف يتمتعوا في البحر بتاعهم عندهم الحق ولا ما عندهمش. كي تجي البلديه فهمني لازم احنا تفاهمنا مع البلديه باش تخصص اماكن خاصه بالباراسولات وماكن خاصه بالعباد الناس تسكن على البحر تحب تتمتع في بحرها. هذه حاجه معروفه عندها قش من سنه فهمني. مش التسيب التسيب تاع العشيه السوداء تبدلت راهو نحكيه بصراحه التسيب تبدلت. عندنا البقعه هذه اللي جبتكم ليها البقعه هذه كانت تتحرك البلديه وتتحرك لابال ينظفوها تنقص برشا ضغط على الكرم. هذا هو اللي عملته هنا. اتصلت بالبلديه وعطيتهم البروجرام واتصلت بالمعتمديه عطيتهم البروجرام وجبت الكاتب العام لهنا وقلنا له هذه. قال لي هذا كل باش نقدوه احنا مش نستناو الجمعه هذه مش نشوفوا ما قدوش باش نوليو نشوفوا شنو باش يعملوا لنا من بعد. زعما فما استجابه ولا كيما العاده باش تقعد اتصلت وكها وكل واحد يرقد الدوسي. لا, 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 لا انا بطبيعتي من النوع بتاع العباد اللي ما نسكتش فهمني. انا بطبيعتي من النوع بتاع العباد اللي ما نسكتش. انا باش نتحرك وجبتكم باش توريكم البقعه كيف هذه لازم تنظاف ويحرثوها وتجي لابال تقدها ويخصوا الماكن. عندنا ثلاثه اماكن هنا من احسن البحورات في الكرم علاش ما يستغلوهمش. كي نستغلوهم نجم نعوموا ب 3500 شخص نقولوا اوكي مثلا فهمني. نستغلوها البقعه هذه نعبد الكل كي يحل شباك ويرقى كان واحد شد الدبوزه شراب واحد يسكر البحر ولا كله بتاع سكرجيه مش في عند برشا عباد. اما انا ولد الكرم فهمني ومولود في الكرم باش نتكلم الموضوع هذا. العباد متقلقه من السكرجيه متقلقه من الوسخ متقلقه من العباد اللي تبز تفرجوا في تبز مكسره. ولدي ما نجمش يلعب ولد الناس ما نجمش يلعب العباد ما نجمش مراه كبيره ما نجمش تهبط البحر. اما النخله غاديك يسكروا تحتها وليت بار غاديك. اما البقعه هذيك انا واحد من الناس باش نحارب عليها من البلديه نشوف كيفاش ننظفوها ويحلوا لنا بلايص تاع الحجر باش نعوموا. انا باش نوصل صوت العباد وانتخبتني العباد مش خليش العباد تندم لي انا انتخبتني. انا ميساج لولايه تونس والمعتمديه الكرم والبلديه الكرم. بون احنا ولاد الكرم قاعدين نعوموا هنا وباش نقعدوا نعوموا هنا. اما انتم ماكمش عمركم ما عمتوا هنا اجاوا عملوا طله وحاولوا تردوا البقعة ذي مش جنة تردوها بقعة باهية للناس الكبار خاطر فما عنا الناس كبار زادة كيف كيف يحبوا يجوا يعوموا هنا نحبوا نقدوا لهم ليبيس باش يتعداو. وزاد عنا المعاقين زادة كيف كيف كي يحبوا يهبطوا بالكروسة بتاعهم كل شيء. مين مش سيد الرئيس كنار مشى الحمامات وكيرا البحر ممسخ كل شيء عمل فهمني. احنا الكرمة ذي مازالت ما تحركوش برشا عباد في وسطها. كيفاش ما تحركوش برشا عباد في وسطها؟ المسؤولين مش قاعدين يتحركوا على خاطر مش قاعدين مش يسكنوا في المنطقه هذيك. شنو مشكلتها؟ هذاك السيد الرئيس كعطانا اعطانا الصلاحيات باش المجالس المحليه باش ندافعوا على المنطقه بتاعنا احنا. احنا تو بدينا نتحركوا ونوري لهم ومازال كيبدينا فهمني. ومش باش نوقفوا باش نقعدوا زاده بطبيعتنا نشكيو وبيعتنا باش نوصلوا صوت الشعب الكرم خاطر الشعب الكرم مش شعب كبير
فهمني، والناس كل تتشكى وناس كل تتشكى عنا برشا. انا كنوريكم دوسيات اللي عندي تاع التشكيات تاع الناس اللي في الكرم، شيء كبير اللي تراه في شرح ببركيبة، التشكيات تاع الناس فهمني، وفي الزناقي وفي الوسيخ وفي البحورات، شيء كبير ياس. مسؤولين اللي جادين منطقه ماهمش قاعدين يتحركوا قبل، ماهمش قاعدين يتحركوا بالكل، توا قاعدين يتحركوا المسؤولين، توا فرمو قلت ربي لازم يتحركوا، لازمهم يتحركوا، لازم يتحركوا باش نردوهم يتحركوا. احنا قلت ربي احنا شكون وراهم فهمني، لازمنا نحركوهم على خاطر هما ماهمش مولاد المنطقة، ما يعرفوش شنو اللي قاعد يصلح بالمنطقة. نحب ناس النهار قول بربي إيجا معتمد تاع الكرم، ولا إيجا رئيس بلد مولا كاتب العام تاع الكرم، ولا إيجا أنت كذا مسؤول تاع لابال، إيجا عوم في الكرم. تو شوف البحر من أحسن البحورات اللي عنا، عمره ما هبطوا عوموا، عمره ما هبط حتى مسؤول عام في البحر الكرم، ما يهموش خاطر عنده. أقول لك حاجة، زيد نوصل ميساج لعباد أخرين، إحنا ماناش نخلصوا رانا. لا عندي لا شهرية، لا عندي كهرباء، لا عندي سونس، لا عندي هما كيفهم هما راهو. احنا متطوعين على الكرم ويعرفوني عندي قداش نزاي من 2015 وانا نتكلم على الكرم فهمني، ماناش عندنا هما اللي عندهم شهريات وكراب ويسونس وكل شيء وماهمش قاعدين يتحركوا، لازمهم يتحركوا. عنده كرابته نجم يهبط، عنده جماعة الإدارة، فما عباد ريق دا نوم شيء كبير. انت سليم تو في اللي صار، توافق سيادة الرئيس الجمهورية في انه حل المجالس البلدية ويولي المستقبل خير، رغم انه كي حل المجالس البلديه خلى الكتاب العامين. ابش نقول لك حاجه، احسن حاجه كي حلهم، طلع ليش حلهم، حلهم وخلى الكتاب العامين لهنا. العبيد تقول لك لا العبيد تقول لك عباره جنحها راس وخلى البدن. لا مش صلح لك حاجه. شوفوا بلديه تونس كي حطوا كاتب عام توا جديد في بلديه تونس، تصديقا لقولي داخل كمال، كي نحطوا بلديه تونس حطوا كاتب عام، شوف تبارك الله اللي عملوا هو توا في البريد 15 يوم هذوما، نظفها تونس انه كاتب عام جديد. كاتب عام جديد ماهوش تابع النظام السابق. صحيح، احنا تو عندنا كاتب عام وقتي ولا شو جديد قاعد هنا يتصرف، شال يتحرك فهمني. مش نقول لك الكتاب العامين الاخرين تاع العشريه السوداء اللي انا عندي، انا نقول عشريه سوداء رئيس بلديه قبل كان عشريه سوداء زاد كيف لازم برشا تغيير، لازم برشا تغيير في كتاب عامين باش نسمي لك برشا تغيير. لازم هذه رساله نوجهها لوزير الداخليه ونجهز زاد الرئيس الدولة، لازم يتحرك يبدلوا الكتب العامين تاع العشاية السوداء، خاطر برشا حاجات قاعدين يخدموا ضد الرئيس، قاعدين يخدموا ضد المنظومة. احنا كي انتخبونا خاطر احنا نعرفوا شنو يصلح، اما اللي موجودين اللي حلوا في المجالس المحلية المجالس تاع البلدية قبل تابعين العشاية السوداء، فما في النهضة، فما في نداء تونس، فما في قلب تونس، المقارونة هذوكم اللي يعيطوا لهم، هذوكم رقدوا البلاد، كانوا يخدموا كيف مصالحهم الخاصة. طب ولا احنا اولاد الكرم مش نتحركوا مش نخدموا مصلحتنا منطقتنا، انا يعرفونا لا عنا دخلنا كيف ندخل كيف نخرجوا، مانيش كي برشا عباد باش نعملوا برشا عملوا فلوس وعملوا كراب جدد وعملوا كذا، احنا كيف دخلنا كيف باش نخرجوا فهمني. ان شاء الله اولاد الكرم وقدرة ربي انتخبتوني والحمد لله، كي انتخبتوني معناها شو باش نقول لكم، لا صرفت برشا فلوس شيء، وانتخاباتي تكلفت 40 دينار، ها نقولها لكم التو 40 دينار، ويعرفوا شنو نهبط وشنو قد هكاك. ديما باش نتكلم على الكرم، وكي نعرف روحي مش نوصل نخدم الكرم نقدم استقالتي نخرج.